أهلا بكم في سبيس. فلنتخيل نموذجا للنظام الشمسي مع أقمار تحوي مياها على سطحها أكثر مما هو موجود على الأرض. إنه نظام المشتري، وجوس مستكشف أقماره الجليدية، المهمة المستقبلية لوكالة الفضاء الأوروبية. عنه سنتحدث، لكن بعد هذا العرض لآخر الأخبار الفضائية. مسبار كاسيني بدأ إرسال أفضل صور لقمر زحل الجليدي إنسيلادوس، ويأمل العلماء بالعثور على إثباتات تدل على وجود نشاط مائي وحياة عليه. كيوبسات هو قمر صناعي قزم متناهٍ في الصغر، صنعه مجموعة من الطلاب الجامعيين وأطلقوه من محطة الفضاء الدولية. مطلع تشرين الأول أكتوبر بدأ بإرسال إشارات تدل على نشاطه. لنعود إلى بعثة جوس ومهمتها التي ستبدأ عام 2022، لكن ما هي أهمية استكشاف المشتري وأقماره؟ لنتوجه إذن إلى مرصد باريس. حسب الأساطير، المشتري يعتبر إله السماء. مهمة مستكشف أقمار المشتري الجليدية جوس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ستؤمن معرفة أوفى لما يوجد على سطح أقماره التي قد تخبئ مناطق آهلة تحت غطائها الجليدي. المشتري أكبر بأكثر من 11 مرة حجم الكرة الأرضية، لكنه في الإجمال مصنوع من الغاز. المشتري هو كوكب غازي، أي إذا افترضنا أنه يمكننا أن ننزل على سطحه فإننا لن نواجه أرضاً صلبة كما هي بقية الكواكب، وإنما سنغوص في سائل تتزايد سماكته دون أن نصل إلى محيط أو أي سطح. لكن ما يحير علماء الفلك هو خصوصية نظام أقمار المشتري والمساحات الشاسعة من المياه الموجودة تحت أسطح بعضها. المشتري بحد ذاته نظام كوكبي مع أقماره العديدة، خاصة أقماره الأربعة التي اكتشفها غاليلي قبل أكثر من 4 قرون. هذه الأقمار هي عالم قائم بحد ذاته، لكل منها جيولوجيا مختلفة. جوس ستقوم بدراستها على الأقل الأقمار الثلاثة الأكثر بعدا. يمكن اعتبار نظام المشتري شبيها بالنظام الشمسي، لكنه فقد فرصته كي يكون شمسا مشعة. يقال إن المشتري نجم ناقص لأنه يقع بين الأرض والنجوم، لا يملك كتلة كافية للقيام بتفاعلات حرارية نووية والتي تؤمن للنجم طاقته. لديه الهيدروجين لكن لا حرارة كافية لإطلاق هذه الإشعاعات الخاصة بالنجم. التعرف على نظام المشتري وتاريخه سيؤمن لنا معلومات أوفى عن الكواكب الغازية العملاقة وأقمارها وكيفية تطورها. هذا ما يقوله أحد علماء مشروع جوس، أوليفييه ويتاس. المشتري هو أكبر كواكب نظامنا الشمسي، أكبر عاصفة في نظامنا الشمسي، أكبر نظام أقمار له بعد زحل، أكبر حقل مغناطيسي. خلال مهمته التي ستدوم 3.5 سنوات، جوس سيدور حول الكوكب العملاق، وسيدرس غلافه الفضائي وثلاثة أقمار من أصل 4 لها حجم كوكب، وهي جانيماد وأوروبا وكاليستو. إذا وجدنا محيطات في أقمار المشتري قد نتمكن من دراسة إمكانية وجود مناطق صالحة للسكن، وهذا يعني أنها قد تأوي حياة. الأهم من كل ذلك، السفر عبر نظامنا الشمسي مدة 8 سنوات هو ضرورة ملحة، لكن التخلص من جاذبية الأرض هي الأولوية، فهي اللحظة الأكثر خطورة في أي مهمة فضائية. بالنسبة إلي، مرحلة الإطلاق هي المرحلة الأكثر خطورة. يجب أن نثق بقاذف يمكنه أن يخرجنا من جاذبية الأرض ويدخلنا في المسار الصحيح. نهاية المهمة ستكون وضع جوس للمرة الأولى في المدار الصحيح لأحد أقمار المشتري، وهو القمر غانيميد أضخم الأقمار. ومرة أخرى، التواجد في مدار حول قمر هو أمر بالغ الأهمية. جوس سيحلق فوق 3 من 4 أهم أقمار المشتري للكشف عن أسرار الأماكن التي قد تكون آهلة. Europa and Ganymede are
أوروبا وجانيميد هما مثالان كبيران لإمكانية وجود مياه تحت سطح أرضيهما، لكن الأمر الوحيد الذي يعنينا هو اكتشاف كيف وجدت هذه المياه الجوفية ومدى عمقها، وما إذا كانت توجد كائنات حية ناشطة في محيطات هذه الأقمار الجليدية. جوز سيمضي قسما كبيرا من مهمته في جانيميد ذي الحقل المغناطيسي كما كوكبي عطارد والأرض. جانيميد له حقل مغناطيسي، إنه أكبر قمر. إن كان يملك أيضاً مياهاً سائلة جوفية، فإنه المكان الذي يجب الذهاب إليه للبحث عن ظروف للحياة والسكن في نظامنا الشمسي بعد كوكبنا الأرض. المهمة الفضائية تحتاج سنوات من العمل مع ما توصلنا إليه من تكنولوجيا التي قد تصبح قديمة حين نحصل على أولى المعلومات، تماماً كاستقبال اتصال من المستقبل مع ما نملكه اليوم من وسائل اتصال. البعثات هي مشروع على مدى العمر، إذ نستهلك فيه الكثير من الطاقة. يجب أن نتحلى بالصبر لأن المعلومات قد تصل بعد 25 عاماً. خلال دراسة المشتري سنستخدم آلية فيزيائية تستخدم أيضا في أنظمة أخرى للكواكب، حيث نأمل فهم مجموعة أنظم الكواكب خارج نظامنا الشمسي، وذلك من خلال دراستنا عن قرب للمشتري. كل بعثة فضائية تؤمن لنا بيانات للأجيال المقبلة من علماء الفضاء كما حصل معي. آمل أن يفكر العديد من الشبان اليوم بالعمل على بيانات جوس التي سنحصل عليها بعد عقود. الأمال معلقة على مستكشف أقمار المشتري الجليدي جوس لاكتشاف أسرار الحياة. والآن لقاؤنا الشهري مع أكاديمية رجال الفضاء في كانون الأول ديسمبر. رجل الفضاء البريطاني تيم بيك سيسافر إلى محطة الفضاء الدولية. توجهنا إلى مركز التدريب في كولونيا للقاء من يدرب بيك. مرحبا، أنا جيرهارد، حاليا أحضر لتدريبات تيم بيك. الآن سأخذكم إلى بهو التدريب حيث سيمضي تيم العديد من الساعات وهو يتدرب. أهلا بكم في وحدة تدريب كولومبوس. تيم متخصص بهذه الوحدة، عليه أن يكون مهندسا كي يفهم كيفية العمل. في المحصلة إنه يمضي حوالي 50 أسبوعاً من التدريب في الولايات المتحدة و30 أسبوعاً في روسيا، وبين 4 و6 أسابيع هنا في أوروبا، وتقريباً 3 أسابيع في اليابان. إنه يعلم كل شيء عن ظهر قلب، فهو متحمس جداً لمعرفة كل تفصيل مما يجب أن يقوم به. هذا كل شيء لليوم. أشار المقبل سنشرح لكم كيف أن تكنولوجيا الفضاء ستساعدنا على تحليل التغيير المناخي. شكرا لكم وإلى اللقاء.